بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين. تحية طيبة بعد أخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا عندنا وحدة جديدة نوعية جنرال ماكس غاز 22، تم تركيبها الآن. المسافة بين الوحدة الداخلية والخارجية في حدود 3 متر. زين، تم الحفاظ على المواسير بهالشكل. طبعا طنين ونص، هذه جنرال ماكس 24 R22. نعمل لها فاكيوم قبل ما نفتح الغاز، حتى لو كانت الوحدة غاز 22 الأفضل انك تعمل لها فاكيوم، لا تفتح الغاز ولا تفرق الهواء عن طريق الغاز الموجود داخل النظام، لأن هذا الغاز مهم يجب الحفاظ عليه، وبالتالي من الأفضل ويلزم أنك تفرغ الغاز عن طريق الفاكيوم. طبعا هذه الوحدة T3 مصنوعة خصيصا لمناطق شديدة الحرارة. زين، هذا شيء مهم جدا، وراح إن شاء الله أرويكم الوحدة الداخلية وقراءتها بعد التشغيل. شغلنا الوحدة طبعا بعد ما فتحنا الغاز، بعد الفاكيوم يجب فحص إذا كان في عندك أي تهريب. الضغط حاليا على 50 ويرتفع، راح يستغرق بعد تقريبا 5 إلى 10 دقائق، ممكن ياخذ ربع ساعة. هذا خط الراجع 15، خط الخارج 30. من بين حالي ياخذ 9.7، 2 طن ياخذ تقريبا نقول 10 أمبير، ممكن الظهر بياخذ 10.5. يعني زين 2 طن ياخذ هذه الامبير، هذا حلو جيد. طبعا هنا مكتوب الماكسيمم، زين اقصى امبير ممكن ياخذه هو هذا ماكسيمم يقول كرب 15، يعني اقصى امبير 15. الحين واصل عندنا 9.7، شيء طيب فرق. شوفوا التعرق، هذا التعرق دليل على ما شاء الله يعني البرودة. راح نروح داخل وناخذ القياسات. يا تبند تونا مشغلينها، الغرفة بعدها يعني ما اخذت على الجو البارد، ما شاء الله ينزل. نص ساعة بيعطيه قراءات أفضل، أفضل من هاي. بس لغاية ما ياخذ الجو حرارة الغرفة راح تحصل قراءات أفضل. تونا مشغلينها، الغرفة صار لها يوم كامل بدون مكيف. شوي بسوى له وقت، يعني لو اجي بعد ساعة افحص الغرفة ياخذها 7-8 درجات. زين، هذه الوحدة الثانية جديدة، مو بجديدة، مستعملة، تم نقلها من مكان الى مكان او من غرفة الى غرفة. زين، وربل امريكي تعمل بغاز 22، الامبير 10.54، داخل 940 جرام من الغاز، 940 جرام من الغاز داخل. صنع الصين، بس شركة أمريكية PRC، مكتوب كولن كاباستي تيرمن 3، تعمل على تيرمن 3. نعملها فاكيوم طبعا، وراح نعبيها بالميزان، وايضا راح نراقب الامبير. طبعا راح اشحن الاسطوانه
مقلوبة مثل ما قلت لكم، لأني أملك هذه العدل والأدوات مساعدة في تحويل أو تخفيف كمية غاز الفريون الداخل للمطار. طبعا حاليا معبي 230 جرام والوحدة طافية على وضع السائل، الوحدة طافية لا تعمل. راح نشوف كم راح يعطينا او يعبي معانا. الوحدة طافية طبعا، المفروض نعبي 940 تقريبا، 940 جرام. عبيت تقريبا 800 جرام او 830 جرام، والوحدة طافية لا تعمل. زين، ضغط الغاز حاليا في حدود 160. راح نشغل الوحدة زين، وراح نكمل. تبقى لنا تقريبا حدود 110 و 130 جرام من الغاز. راح اتركها لاني راح اشوف الضغط هل راح يكون جيد او لا. شغل. طبعا الحين تقريبا ياخذ 2 امبير، لا مو باثنين، 250 ملي امبير. الحين بانتظار الوحدة هذه تعمل. طبعا حاليا يغرق 8.7، هذا شيء جيد. راح نحاول ان شاء الله اوصله لغاية 9.5. طبعا تقريبا عبيت 980 في تقريبا 40 او 30 جرام، راح تروح مع الهوزات هذه واثناء التنسيب، لذلك نعمل حسابها. الامبير حاليا جيد 9.7، الامبير 9.7 جيد. ضغط الغاز 75 تقريبا بينزل. ضغط الغاز راح يستغل خلال ربع ساعة ان شاء الله او نص ساعة. هذه القياسات بعد تقريبا ساعة من التشغيل. حاول تحطوه على 18 اساس ما يظل شغال. الحين بنحطه 18. هذا طبعا الوربل مال زين، وهذا مده شوي بس لغاية ما يعطيك الدرجات الطيبة، لان الغرفة 3x3 صح؟ ايوه. يلا شكرا.